أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية دوسرا جنت، الأسرة فاملي الدرس الحادي عشرة غرب السبق، الحوار الثاني دوسرا ڈائلاغ. انظر واستمع واحد، دیکھیں اور سنیں اور دورائیں. عمر، هل هذه شجرة؟ کیا یہ ایک درخت ہے؟ یہاں پہ شجرہ سے مراد ویسے شجرہ نسب ہے. کیا یہ شجرہ نسب ہے؟ عثمان، نعم جی ہاں. هذه أسرة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے. جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہم یہ جواب میں یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے عمر نے جب ان کا نام سنا تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان، هذا والده عبداللہ، یہ ان کے والد عبداللہ ہیں. وهذه والدته آمنة، اور یہ ان کی والدہ آمنہ ہیں. وهذا جده عبد المطلب، اور یہ ان کے دادا ابو عبد المطلب ہیں. وهذا عمه العباس، اور یہ ان کے چچا عباس ہیں. وهذا عمه حمزة، اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں. وهذا عمه ابو طالب، اور یہ ان کے چچا ابو طالب ہیں. وهذه عمته صفية، اور یہ ان کی پھپھو صفیہ ہیں. وهذا ابنه القاسم، اور یہ ان کے بیٹے قاسم ہیں. وهذا ابنه عبد الله، اور یہ ان کے بیٹے عبد الله ہیں. وهذا ابنه ابراهيم، اور یہ ان کے بیٹے ابراهيم ہیں. وهذه ابنته فاطمة، اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے. وهذه ابنته رقیہ، یہ ان کی بیٹی رقیہ ہے. وهذه ابنته زینب، اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے. وهذه ابنته ام کلثوم، اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم ہے. الوحدة الثانية، الأسرة، الدرس الحادي عشر. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. والآن جاء دورك، أو كلام من انظر واستمع وأعد. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. محق پٹیل ماریا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ عمر ہیں؟ ریحانہ جی سید. آپ عثمان. جی سر. حال میں نے پڑھنا ہے جی. حال ہا حال ہذه الشجرة. نعم هذه أسرة الرسول رسول صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جدته جده عبد المطلب. عبد وهذا المطلب. جده عبد المطلب. وهذا أم العباس. وهذا أمه حمزة. وهذا أمه أبو طالب. وهذه أمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. المفردات الآن انظر واستمع. واحد دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. مثلا ابن الشاطی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المفردات انظر واستمع. شجرة عدنان أم چاچا أمه چاچی ابن بیٹا ابنة بیٹی. تدریب سل بین الکلمات و صورت المناسبة. وغیرہ لفظ کو مناسب تصویر کا جوڑ دیں. ہم چچا کو کہتے ہیں تو ہم نے چچا کے ساتھ جوڑ دیا. اما پھپھو کو کہتے ہیں تو پھپھو کے ساتھ جوڑ دیا. شجرہ کو درخت کے ساتھ. سورہ کو تصویر کے ساتھ. ابن کو بیٹے کے ساتھ. ابنا کو بیٹی کے ساتھ. طبیبہ کو ڈاکٹر کے ساتھ. معلمہ کو ٹیچر کے ساتھ جوڑ دیا. الحوار الثالث تیسرا مکالمہ. الدرس الثانی عشر بارواں سبق. الوحدۃ الثانی دوسرا یونٹ. الاسرہ فیملی. الام حاضر اذان الفجر. حاضر یہ اذان الفجر فجر کی اذان ہے.
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐन अल औलाद, बच्चे कहाँ है? साद फिल हमाम, साद बाथरूम में है। यतवद्दा वो वुजू कर रहा है। वाइना सईद, और सईद कहाँ है? सईद फिल गुरफती यकरउल कुरान, सईद कमरे में है, वो कुरान पढ़ रहा है। वाइना सईदा, और सईदा कहाँ है? सईदा फिल मुसल्ला तुसल्ली, सईदा मुसल्ले में है, नमाज पढ़ रही है। मर्दों के लिए आप देखें, यतवद्दउ या लगा, यकरउ या लगा, जबकि खातून के लिए हमने ता लगाया है। ये फ़र्क फ़िलहाल अपने जहन में रखें। ऐनल मेतफ, कोर्ट कहाँ है? हाजा हुवल मेतफ या वालिदी, ये रहा कोर्ट है मेरे वालिद। वाइनन नज़ारा, और एनके कहाँ है? हाजी ही नज़ारा तू या वालिदी, ये रही एनके ए मेरे वालिद। यहाँ पे देखिए, मुजक्कर लफ्ज़ था तो हमने हाजा हुआ लगाया, मोनस लफ्ज़ था तो हमने हाजी ही या लगा दिया। हैया बिना इलल मस्जिद, चलो मस्जिद चलते हैं। साद और सईद जवाब देते हैं, हैया बिना चलो चलते हैं। इनाम नदवी, आप? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप अलाब हैं? खान जी आप अल उम हैं? स्टार्ट करें। खान, आपको आवाज आ रही है? हाँ। पढ़े फिर। हाजा अजान الفجر। الله أكبر الله أكبر، أين أولاد؟ خان آب. سعد في هذا العريض، سعد في الحمام يتوزع. يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. يقرأ. وأين يقرأ سعيدة؟ سعاد في المصلي. سيدة في الله. سعيد في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. سعد وسعيد حيا بنا. الوحدة الثانية، الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث، انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر، أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد.
هيا بنا. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. المفردات البلدية سكون بيبا سنة نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے مہک پٹیل الدرس الثاني عشر المفردات العرض انظر واستمع وأعد مسجد 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 مصلى مصلى القرآن القرآن هيا بنا هيا بنا نظارة نظارة معطف معطف غرفة غرفة حمام حمام يتوضأ يتوضأ يقرأ يقرأ يصلي يصلي أم أب أذان أذان الفجر الفجر أولاد أولاد ابن ابن تدريب سل بين الكلمة والصورة المناسبة لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں ماریا پہلی تصویر کو کس لفظ کے ساتھ جوڑیں آپ پہلی کے ساتھ تیسری کے ساتھ تیسری کے ساتھ دوسری تصویر کو دوسری کے ساتھ یتوضأ کے ساتھ تیسری تصویر کو
يقرأ بهلي كسر. पहली तस्वीर को कुरान के साथ जोड़ना है, इसे बोले ना कुरान के साथ जोड़। नेक्स्ट इसको किस लफ्ज के साथ जोड़ें, चौथी तस्वीर को? नजारा मस्जिद कोर्ट में गुरफा कमरा التدريب الأول استمع ثم دع علامة صحيحة في المربع المناسب، وكيف سنة بتيك کا نشان لگائیں مناسب ڈبے میں، دو آپشن ہیں آپ لوگوں کے پاس. مس ریحانہ جی سر. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. أولا والدة. كون سي تصويرة؟ سكن والدة. السورة الثانية كان آپنے ٹھیک جی السورة الثانية. ثانيا مسجد. السورة الأول. السورة الأولى. السورة الأولى. ثالثا ابن. السورة الثانية. رابعا نظارة. السورة الثانية. خامسا يصلي. السورة الثانية. يصلي. السورة الأولى. سادسا جد. السورة الأولى. مفردات و ندافیہ اضافی وکابلری، ہم نے 5 تک گنتی سیکھی تھی، اب آگے 10 تک سیکھیں گے، اور گنتی کے جو قوانین ہیں وہ آپ کو گرامر والی جو کلاس کی ریکارڈنگ ہے اس میں ملیں گے، آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لینا، اس میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ گنتی کے قواعد پڑھیں گے کہ کون سا نمبر کب استعمال ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے. مس سنا جی سر. اس کو پڑھ لیں آپ، کبھی آپ نے گرامر والی کلاس کی ریکارڈنگ سنی ہے؟ نہیں سر. ستا تھا سات سوا تھا ستا سکس کو کہتے ہیں. اچھا چھ سوا تھا سات سمانیا تھا آٹھ تس آ نو اشارہ بس. تدریب الاول سلبین العدتی و صورت المناسبہ، وہ کہہ رہے نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے. سودا منصوری. ابن الشاطی. سلام. وعلیکم السلام. پہلی تصویر کو کس کے ساتھ جوڑے؟ 7 نمبر کے ساتھ. اس کو لاسٹ ون سمانیہ، ٹھیک ہے، اس کو فرسٹ ون اولا لاول. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس، دس ہے اشرا کے ساتھ.
ثانية ستة کے ساتھ اس کو تسعة کے ساتھ رتب الاعداد وغیرہ نمبرز کو ترتیب دیں. مسٹر انعام ندوی جی یہاں پہ کیا لکھے ہم ستہ پہ الٹا الٹا نہیں کچل رہا ہے نہیں پہلے ستہ لکھا ہوا ستہ کے بعد کیا ہوتا ہے سیون سیون کو عربی میں کیا کہتے ہیں سبا سبا یہاں پہ سبا تسا سبا کے بعد سمانیہ نہیں سب سمانیہ 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 یہاں پہ یا عشرة تسعہ تسعة یہاں پہ عشرة ٹھیک عشرة التراکیب النحویہ گرامٹیکل سٹرکچرز الدرس الرابع عشر 14 سبق ہے یہ تدریب الاول پہلی مشق ہے تبادل السؤال والجواب اما زمین لکھ سوال اور جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال ہیں جیسے کہ دو مثالوں میں ہے المثال الاول پہلی مثال الطالب الاول پہلا اسٹوڈنٹ این المیتف کورٹ کہاں ہے الطالب الثانی دوسرا اسٹوڈنٹ ہذا هو المیتف یہ رہا کورٹ المثال الثانی دوسری مشق الطالب الاول پہلا اسٹوڈنٹ این الغرفہ کمرہ کہاں ہے الطالب الثانی هذه هي الغرفة یہ رہا کمرہ الوحدة الثانية الأسرة الدرس الرابع عشر التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول أين المعطف؟ هذا هو المعطف المثال الثاني أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة التدريب أين الابن؟ هذا هو الابن أين المصلى؟ هذا هو المصلى أين المسجد؟ هذا هو المسجد أين الحمام؟ هذا هو الحمام أين الصورة؟ هذه هي الصورة أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة أين النظارة؟ هذه هي النظارة أين الابنة؟ هذه هي الابنة تو آج آپ نے اس کو سن لیا کل ان شاء اللہ ہم پریکٹس کریں گے اس کی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں
خان. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? चौथा वलद। चौथा इब्न अस्हाब। तीसरा नहीं निसा पहला अस्हाब। दूसरा أصحاب تيسرا بني تيسرا غلط غلط چوتھا ابن چوتھا دوسرا بني ولد دوسرا ولد ابن پہلا ابن دوسرا ولد نساء چوتھا نساء تیسرا أصحاب تیسرا بني تیسرا أصحاب دوسرا نساء अब पेज रिव्यू है, आप सब जवाब दे सकते हैं। तेजी से जवाब देना होगा इसका। अरे थर्ड चौथा सेकंड सेकंड बाज बाउ इलाह इला दूसरा जन्ना जन्ना قلب أول دوسرا أربع چوتھا نار نار چوتھا أربع غير طير دوسرا سكند اثنان دوسرا ليل كافر كافرون ثلاث أول أول مثل دوسرة ملك ثلاثة ولا عبد أربعة أربع. آية آية ثلاثة أربعة فعلا أول هدى فعلا فعلا الأول وجه فعلا فعلا أول أمر دوسرا اثنان أهل دوسرا اثنان ثلاثة زوج فعلا أول أب أول آباء أربع أربع سماء أهلا أول سبيل اثنان أهلا أهلا ناس أربعة جوثة أربعة أول أهلا ولد دوسرة بنية
بني. دوسرا دوسرا نساء. पहला ओके नेक्स्ट स्टूडेंट की बारी है महक पटेल. फर्स्ट अस्हाब अस्हाब खल्क सेकंड साथी अस्हाब खल्क सेकंड خلق أعلم خالد first أعلم خالد second خالد خلق fourth خلق fourth first خالد third أصحاب first أعلم خلق first خلق خالد third خالد أعلم third أعلم نذير نذير first نذير fourth نذير second نذير انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہاں سے کریں گے. مع السلامة. مع السلامة.